طالب في الصف الثاني في ثانوي بمدرسة إنجليزي ثانوية جميل بالنسبة لي، ربنا وفقني وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دورة المحتوى الصغير باختراع جهاز. وطبعا بحب أتواجد الصبح لأسرتي اللي ساعدتني إن أنا أعمل الكلام ده، ولأستاذي أستاذ مصطفى كتاكي، ودرس أول كلمة في مدرستنا هو اللي ساعدني إن أنا أعمل ده كله.